لطالما تحدث الفيلسوف اليوناني أرسطو عن طريقتين ترسخان الحكم الدكتاتوري، فالطريقة الأولى هي أن يروع المستبد شعبه ويرهبه ويضطهد معارضيه ويزج بهم في السجون. أما الطريقة الثانية فهي اعتماد بعض أساليب الخداع السياسي ليجمل صورته أمام الشعب ويروج لإنجازات لم تحدث أصلاً. بدوره يعتبر ميكيافيلي صاحب كتاب الأمير الشهير أن المستبد يخلق عدوا وهميا ويضخم صورة وحشية له ويقنع الناس بذلك تحت شعار محاربة الفساد وأعداء الوطن. تقريبا هكذا تبدو الصورة أمام الدكتاتورية المقيتة التي تعيشها تونس منذ انقلاب 25 من جويلية. فبعد أن داس المنقلب على الديمقراطية وتناقلت وسائل الإعلام تلك الصورة القاتمة للدبابة وهي تغلق أبواب البرلمان الشرعي لتوصد فيما بعد الأقفال أمام النواب المنتخبين، بدأت آلة القمع تلتهم كل نفس معارض من سياسيين، محامين، إعلاميين، حقوقيين، بل مواطنين عاديين دون تهمة ولا جرم، لتنغمس فيما بعد الماكينة البوليسية في البحث والتفتيش والعودة إلى سنوات خلت على تجد كتيبا أو تدوينا أو تصريحا يمكن أن تطوعه منظومة الانقلاب على أنه تآمر على أمن الدولة دون توفر أي ركن من أركان الجريمة. ولدي كان يقرع روحه لباس عليه، ينشط في الحافل في الحياة اليومية في الحركة الديمقراطية منذ سنوات، يقول في رأيه، قال رأيه في قيس سعيد وفي غير قيس سعيد، وما رأنا إلا أنه وقع اختطافه واحتجازه بدون أي موجب يوم 23 فيفري 23، وسلطة ضده تهم 17 تهمة، قالوا راك متهم كذا 17 تهمة. شافوا حاكم التحقيق ثلاثة ولا أربعة دقائق نهار 23، ما قالوش كيفاش عملهم التهم هذوما وشنو أدلته وشنية براهينه وشنية الحجج وشنية المعطيات اللي فيدو. لقاو عنده قوادة متعزوز من الناس، قودوا بجوهر، قوادة مجهولي الهوية كما نجي نقود بك انتي أو بغيرك. معناها القاضي عنا في تونس في القرن 21 يسمع واحد يقود يشد اللي يقودوا عليه. ولدي مجدود عنده توا 15 شهر بموجب قواده نزولا عند رغبه قيس سعيد. بالنسبه للاستاذ نور الدين تحيري تم معناها خطفه وتعنيفه معناها قدامنا قدامي، وحتى تم تعنيفي انا، وثم خذوه الى مكان مجهول معناها 3 أيام ونحن نحب ونعرفه فين موجود. معناها أنا كمحامية وهو كمحامي، معناها أول مرة اتصلت معناها برئيس فرع المحامين بتونس اللي معناها مشينا لوكيل الجمهورية، لوكيل العام، القضاء العسكري، حتى وزير الداخلية محب الشيخ والسيد رئيس الفرع بالتليفون، وزيرة العدل بعد ساعات قالت راهو موجود في مكان مدني، ثبت هذه شنو في مكان مدني. بعد اتضح انه في جهة بنزرت، جهة منزل جميل، في غابة الرمال، في منزل مهجور، في غابة منزل مهجور، وداير بالمنزل هذايا داير به معناها الحرس معناها عوين الحرس بالكلاشينكوف وبالواحد وبالسلاح، ونحن ما نعرفوش عليه فين، لدرجة انه كي هزوه غاديكا هو دخل في ضرب جوع وحشي. وبعد 3 أيام تم نقله المستشفى الحبيب بوقدفة باعتبار حالته الصحية تدهورت برشا، واللي الطبيب اللي جابوه له قال لهم يلزم تو تهز السبيطار، وفي السبيطار بقى 67 يوم في غرفة انعاش. ناس شرفاء جرهم الوحيد انهم سياسيين، جرهم الوحيد اما انهم يفكروا ويخموا ويحكيوا في
في كل شيء يخص البلاد. أنت تعرف البلاد وتحب تتكلم على البلاد وتحب على الحرية وتحب تدخل روحك وتحب، أنت يا راما إلك الحبس. هذه هي لا الغنوشي نعطيني مثلا الغنوشي لاني نهضوية ولا الغنوشي تخل على خاطر تصريح، تصريح مفبرك، تصريح مفبرك، لا قتل لا على خاطر قتل أرواح ولا على خاطر سفاح اللي توا الناس قاعدة معناها تروج فيها، يروجوا فيها شو معناتها يعني باش تخوفوا العباد. التنكيل هذايا قلنا تو نتجاوزوه، لكن ما رعنا إلا في يوم 13 فيفري 23، معناها أشهر بعد هذيك بضعة أشهر يتم اختطافه مرة أخرى من داره، من هنا يتم سحله في داره، يتم تكسير يده، تكسرت يده في داره، واربعة أضلع وقت اللي جاهم خارجينه طيحوا في الدروج، بركوا عليه يجي 20 واحد نحن نغزروا لهم، هزوه رغم اللي نابة اللي اعطاها قاضي التحقيق نهارتها اعطاها إنابة في التفتيش فقط وهي موجودة، لكن هما تجاوزوا هالإنابة هذية اللي هي غير قانونية تجاوزوها وهزوه، ثم معناها لم يقع إسعافه في بوشوشة، لم يقع إسعافه معناها مو غدوة بعد سويعات تم أخذه إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. هذا الكل من أجل تدوينة، كي جينا نشوف الملف نلقاو تدوينة، تدوينة هذية هو من الدقيقة الأولى كي شافها قال لهم أنا راني نقول اللي صار نهار 25 جويلية انقلاب، راني متمسك به انقلاب اليوم وغدوة بعد غدوة هو انقلاب، لكن هالتدوينة هذه أنا ما كتبتهاش، هالتدوينة هذه مش متاعي.